السلام عليكم. عندي نايس كيس يعني انكومن اللي احنا بنشوفها، حبيت بس انوه عليها لانها يعني تو بي بوت ان كونسيدريشن. هي طبعا فيري انكومن، مش يعني اولموست يعني كاونتد هاند كاونتد كيسز اللي ممكن الواحد يشوفها، بس طبعا مهم يعني. فده ان شورت هيستوري بس الاول في البرزنتيشن. دي نون كانسر بريست بيشنت اون فولو اب كيموثيرابي، وكان اليوجوال بتاعهم فيه شويه بلورال افيوجن واتس جوينج، بس طبعا فيها زي ما احنا شايفين فيها اكستنسيف دورسال سباين سكلروتيك ماتس زي ما احنا شايفين طبعا. تمام. الجديد بقى يعني نيولي ديفلوبد ان احنا زي ما احنا شايفين ان فيها نيو ميدياستاينم فيها كونسيدرابل، زي ما احنا شايفين البوتير ميدياستاينم فيها فري اير اراوند الديستندنج ثراسيك اورتا زي ما احنا شايفين. ففيها وده حصل سبونتينيوس، يعني ده حصل سبونتينيوس نيو ميدياستاينم، وكمان فيها سام سورت اوف سبكوتينيوس امفيزيما او اكسترا ثراسيك سوفت تيشو امفيزيما زي ما احنا شايفين. ده ممكن يكون اكستنشن من النيوم ديستاينال. مفيش هيستوري اوف يعني تابينج او تروماتيك او تروما او بنتريشن او سمثينج لايك سو، فهي غالبا دي هتكون سبونتينيوس، لان طبعا الاي بي سنتر اوف ذا نيوم الفري اير في المدياستاين، فهي برايمري اي ثينك انها سبونتينيوس نيوم ديستاينال. ده يعني الفيرست باثولوجي بتاعنا او نيولي ديفلوبد باثولوجي على الحاجات اللي كانت كرونيك موجوده. بس المهم بقى الحاجات المهمه او اللي هي الانكومن فاينس اللي احنا بنشوفها، انا شايف ان في فري اير راديكلز او فري اير بوكيتس وزين ذا فيرتبرال بادز وزين ذا دورسال فيرتبرال بادز، دي اللي بنسميها طبعا السباينال فيرتبرال نيوماتو سيست، وهي طبعا انكومن. هي عاده بتحصل من الفاكيوم فينومينا بتاعت الديسك ديجنريشن لما تبيرس الاند بليتس وبتاع، ممكن نلاقيها النيوماتو سيست دي في الفرتبرا، بس هي عاده احنا بنشوفها في الديسك لما يحصل ديسك ديجنريشن ونشوف الفاكيوم فينومنا اوف ذا ديسك ديجنريشن. بس احنا زي ما احنا شايفين لا، دي عباره عن فري اير او اير راديكلز وزين ذا فرتبرال بادي اللي احنا بنسميها فرتبرال نيوماتو سيست. بس بقى النايس فايندنج ان احنا شايفين ان فيها فري اير وزين ذا سباينال كانال، دي اللي بنسميها نيوموراكس. النيوموراكس دي من الانكومن فايندنجز اللي احنا بنشوفها، ان انت تلاقي فري اير وزين ذا سباينال كانال او النيوموراكس. النيوموراكس دي ليها اكتر من ايتيولوجي، ممكن طبعا الموست كومن ايتيولوجي بتاعها التروما لو حصل طبعا يعني بليتريتنج فراكشر او سكال بيس فراكشر او حاجه زي كده، ويعني كومنيوتد وفيها ووند وكده، وده طبعا هو الموست كومن يعني تايب ليها انها تكون بوست تروماتيك او بوست اوبرتيف. تمام. انما ممكن من الحاجات الموصوفه معاها انها تحصل سبونتينيوس مع النيومودياستاينم. النيوم طبعا النيومودياستاينم من اهم اسبابها سبونتينيوس نيومودياستاينم، كان عندك بول او ربشرت او سمثينج لايك سو، عيان لو كان عنده عيان سي او بي دي او اوبستراكتيف لانج ديزيز او فيزيميتاس بول او سمثينج، يعني دي حصل لها في الحاله دي فعلا سبونتينيوس نيومودياستاينم، بالاضافه للفرتبرال نيوموسيست الموجوده دي، بالاضافه للفري اير وزين ذا سباينال كانال زي ما احنا شايفين ان فيها اكسترا ديورال ريترو فيرتبرال اكسترا ديورال فري اير ريم. ده مهم جدا طبعا ان احنا نقوله. ليه؟ طبعا هو عاده المانجمنت بتاعه بالذات لو كان ما هواش تو ماتش يعني ده سكانتي ما هواش كتير، فعاده المانجمنت بتاعه بيبقى كونزرفيتيف وفول جاست فول اب. بس هاويفر ان العيان ده ممكن يحصل له سام كومبليكيشن بالذات لو كان اباندنت او بدا يزيد، بالذات لو ما يعني لو كان فيها continuous progressive pneumodiastinum او progressive يعني disease عندي وبدا يزيد النيوموراكس ده او الانتراسباينال كانال اير، ده ممكن يعمل بريشر، يعني ممكن يزود الانتراسباينال بريشر، ممكن العيان يدخل في complications زي paraplegia او something like so increase intracranial pressure ويحتاج decompressive surgery. فده مهم جدا ان انا انوه عليه واطلب له فولو اب. ده اسمه النيوموراكس، وهوريكم الريفرنسز بتاعنا. يعني من حاجات الانكومن فايندنجز ان انت تشوف فري انتراسباينال اير وكمان الفيرتبرال بادي نيومو سيست، ده اللي برضو اي ثينك انها مش من الحاجات الكومن اللي احنا بنشوفها، بس مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منها. ويعني ممكن تترجع في الريديوبيديا، طبعا الريديوبيديا نشرها كويس، النيوموراكس دي هتلاقوا لها سبجكت في النيومو في الريديوبيديا ومعروض فيها حالات. تمام. بالاضافه زي ما احنا شايفين يعني كمان اللي عايز اقول عليه ان فيها كمان سام سورت اوف يعني اكسترا ثوراسيك سوفت تيشو انفيزيما او سبكوتينيوس انفيزيما موجوده حوالين الليفت شولدر اي ثينك. تمام. يعني زي ما احنا شايفين ان فيها
سوفت تيشو انفيزيما اكسترا سوراسيك كامل تمام. فدي اكستنسيف يعني نيوموديستاينم بالاضافه للاكسترا سوراسيك سوفت تيشو انفيزيما بالاضافه للفيرتبرال نيوموسيست اللي المهم الحاجه بس الفاينلز دي اللي هي النيوموراكس اللي انا حبيت يعني انوع عنها واجيب سيرتها. وزي ما هعرض ريفرنس وهي معروضه كويس في يعني في الراديوبيديا النيوموراكس الكلينيكال برزنتيشن والباثولوجي والايتيولوجي والفولو اب يعني والمانجمنت بتاعها فيها شورت تكست كويس يعني انصح الناس يعني بريفيو في الريديو ميديا. شكرا بتاعي فيها الريديو ميديا.